هنا في مدينة إدلب أقامت منظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية تنديدا بمجزرة الكيماوي المروعة التي ارتكبتها ميليشيا النظام في دوما بالغوطة الشرقية. تضمنت الوقفة لوحات بسيطة عليها صور أطفال اللي تم استهدافهم بشكل مباشر من خلال الهجمة اللي صارت على مدينة دوما. حبينا نوصل رسالة إنه في ناس عم تنباد لحد الآن بالغوطة الشرقية، لحد الآن في صمت دولي عن هذا الأمر، لحد الآن في سلاح كيماوي عم يتم في مهاجمة الشعب السوري. بصراحة يائسين وعاجزين من إيقاظ يعني من أي تحرك، لكن ما زلنا مصرين أن نوصل رسالة لأصحاب الضمير الحي بالعالم، نوصل لهم صورة أنه ما زالت المجازر ترتكب وما زال السلاح الكيماوي المحرم دوليا يستخدمه النظام وبوحشية أكثر من أي وقت مضى. بس